النهارده وانت بتسمع الحوار ده يا استاذ محمد، شباب عظيم يعني، شباب رائع جدا وابطال عظيمه جدا، كل جمله بيقولوها تحس ان هي جمله رايحه لجيل كبير من الشباب في مصر. اعتقد ده دور شركه برضه، يعني دور الشركه المتحده للرياضه انك توصل الفكر دوت او الاسلوب ده او الروح ديت لكل الابطال ونشوفهم في كل الالعاب متفوقين يعني. هو جيل جديد من الرياضيين، جينيريشن مختلف، سن مختلف، وسائل اتصال مختلفة، وسائل إعلامية مختلفة. لازم احنا يعني احنا ابتدينا في الشركة المتحدة نجيب جينيريشن جديد من الموظفين اللي هم من سن 24 ل 28 عشان يعرف يتكلم نفس اللغة اللي هم بيتكلموها. لغتهم غير لغتي غير لغتك، لغتهم مختلفة، مصطلحاتهم مختلفة، أحلامهم مختلفة، سرعة أحلامهم مختلفة عننا. فجبنا جينيريشن جديد في التسويق الرياضي سنه 23 سنة، متخرج من الجامعة، ومدير عنده 28 سنة حبيب. فيقدر لما بيتكلم على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، أنا بالنسبة لي لوغاريتميات يعني بتفرج، لكن هم ازاي يقدروا يعملوا اكاونت لمنتخب مصر بتاع الكوره، اكاونت لمنتخب مصر بتاع الهاندبول، سوشيال ميديا بلاتفورم كامل للرياضيين، سوشيال ميديا للبارالمبيكس، احنا ماسكين البارالمبيكس اللي طالعين يلعبوا في الاولمبياد ذوي الاعاقه او الاحتياجات الخاصه. فجينيريشن تاني، لما بييجوا يطلبوا مني طلبات بقول لهم ما تسالونيش، اعملوا وطلعوا. ووصلنا لدرجه الفيفا بتاخد بوستس من الاكاونت اللي عامله ولد عنده 26 سنة. ايوه، بياخد الصورة اللي صورها المصور اللي احنا جبناه اللي عنده 27 سنة اللي بيصور اللعيبة وهي بتطير، بكاميرات مختلفة، بعين مختلفة. فما ينفعش نفضل لهم لا خليكوا زينا، لا العكس تماما، لازم ندي زي ما حد غيرنا ادانا فرصة، لازم ندي فرصة جينيريشن جديدة ان هي دي اللي هتكمل. احنا موجودين دلوقتي مش موجودين بكره ما تعرفش، لكن جينيريشن جديده لان هيبقى فيه الاحدث فالاحدث فالاحدث، هم حتى اطلاعهم غيرنا. لا يعني احنا في المتحده جايبين جينيريشن شباب بتتعامل مع الشباب، احنا بقى بنتعامل مع الاتحاد، مع في وضع بلانز سنويه، في بادجتس، في حاجات كده. لكن اي افكار تسويقية أو أي أفكار إعلانية إعلامية بيضعها فريق من العمل صغير السن، فتحس إن شباب. أنت فتحس إن أنت كمان قادر تكون جيل يفيد البلد بشكل أو بآخر من جانب آخر يعني. ويستلم الراية. جيل بيحب بلده، جيل بيخاف على سمعة بلده، بيخاف على بلده، كلنا ما بننامش بنشتغل، وهم كمان زينا وهم بيتعلموا ده مننا زي ما احنا اتعلمناه من غيرنا، من أبهاتنا ومن أهلينا. صح. طيب